عتبة مربوحة والعقوبة لحاجة واحدة أخرى إن شاء الله. دونك انا واش نقول، نقول لهم بالبركه عليكم لوفيرتور تاع ميت موت ان شاء الله بربح. وسعداء اكثر في هذا الشعب الجميل والمعامله الجميله. مساء الخير، مرحبا بكم. اليوم رانا جد سعداء بافتتاح الفرع رقم 37. وميت موت اخيرا يحل بالجزائر بارض المليون ونصف مليون شهيد، والسيكا اكيد وفلسطين كلها حاضره هنا. حناخذكم في التغطيه الحصريه عبر قناه فضل تي في هنا مباشره من شهر 11 ديسمبر 1962 في دال ابراهيم الجزائر العاصمه. شكون راح يجوا وش راح يقدموا لهم من اطباق خاصه باللحم اللي يموت او ميت موت؟ بقاو معاي ما تروحوش بعيد. دونك انا واش نقول، نقول لهم بالبركه عليكم لوفيرتور تاع ميت موت ان شاء الله بربح وان شاء الله عتبه مربوحه وان شاء الله يكونوا فال، يكونوا فال شباب على على حاجه جديده في بلادنا. بالبركه اونكور اون فوا و ا تري بيانتو. Yeah.
عليكم كما كنتوا تشوفوا اليوم انا حاضرين في ميت موت عند مسعود. نتمنوا له كل خير ان شاء الله, بوكو سوكسي بون كوراج و توت مي فيليسيتاسيون ان شاء الله, عتبه مربوحه والعقوبه لحاجه واحده اخرى ان شاء الله. مساء الخير عليكم. اليوم رانا عند مسعود, نقول له عتبه مربوحه ان شاء الله على الانوغوراسيون تاع الريستو الجديد نتاعو ميت موت, نقول له بربح بون ريسيت. Yeah.
شو هيدا؟ Thank you.
صح السيكا اصل والباقي تقليد. اسمع هذه فيديو 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 ثانك يو. Bon appétit! صح.
ما يشوفي معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنيف كوس. رانا في نوفل فرانشيز هنا في الجزائر كيصافى ميت مود، يعني صافي بليزير، وإن شاء الله يكونوا كاين دوفر فرانشيز إن شاء الله هنا في الجزائر، وباش يفهم المراجعين عندهم وين يخرجوا. فوالا يعطيكم الصحة. اليوم سي لوفرتور اوفيسيال تاع لو ريستورون ميتموت تاع ابراهيم اي سانسيرمون كلينا سي طري طري بون عتبا مربوحه ان شاء الله وبصحتكم اي سورتو بور لو ويكاند ما تراقيوش عندكم وين تروحوا اروحوا لميتموت شراك الخير مرحبا بكم اليوم رانا جد سعداء بافتتاح الفرع رقم 37 ل 200 هي سلسلة المطاعم موجودة حول العالم سعداء اليوم بوصولنا وسعداء أكثر في هذا الشعب الجميل والمعاملة الجميلة من أهل الجزائر. أول
الفلسطينيين كل الترحيب. شعب مضياف نستناكم تنورونا في ميت مود الجزائر. دالي إبراهيم ونحبكم وعاشت الجزائر وعاشت فلسطين. شكرا. مرحبا فيكم في ميت مود، تزورونا اليوم وبكرة. أهلا وسهلا.